بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا اليوم حول حوار جرى بين الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وبين رجل زنديق دهري ملحد لا يعتقد بوجود الخالق، وهو الحديث الرابع من كتاب التوحيد من الكافي الشريف باب حدوث العالم. وحاصل الحديث أن رجلا من الزنادقة دخل على الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، وعند الإمام جماعة من الناس، والإمام عليه الصلاة والسلام كان يعرف ذلك الرجل بأنه ملحد لا يعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى، فلذلك الإمام بدأه بالكلام وبالاستدلال قبل أن يتكلم ذلك الرجل الملحد، فجعل الإمام عليه الصلاة والسلام افتتاح كلامه بدليل ذكرناه فيما مضى عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. وحاصل الدليل هو أنه أنت بين أمرين، إما أن تعتقد بأن هناك إلهاً خالقاً يثيب ويعاقب، وإما أن لا تعتقد بالله. فإذا أنت اعتقدت بالله أو لم تعتقد بالله، ولنفرض جدلاً أنه لا وجود للخالق، فحينئذ يتساوى من يعتقد بالخالق ومن لا يعتقد بالخالق، لا يتضرر من يعتقد بالخالق، صلى وصام وأطاع وابتعد عن المعاصي لا يتضرر بشيء، وكذلك الذي لا يعتقد بالخالق. ولكن إذا كان هناك خالق كما هو الحق وكما دلت عليه البراهين العقلية ودلت عليه الفطرة، لو كان هناك خالق فإن الملحد متضرر، لأن هذا الخالق أرسل رسل وأرسل نظاما لحياة البشرية، ووعد المطيع بالثواب وأوعد العاصي بالعقاب، فهذا الملحد يتضرر ولكن الموحد ينجو، لأنه عمل على حسب البرنامج الذي رسمه له الخالق والذي وعد عليه الثواب. فإذن أنت العاقل، إذا دار أمرك بين خيار، هذا الخيار لا ضرر فيه، وبين خيار آخر، ذلك الخيار الآخر يمكن أن يكون الضرر فيه، فماذا تختار أنت العاقل؟ تختار الخيار الذي لا ضرر فيه قطعا، وهذا ما يعبر عنه العلماء بدوران الأمر بين التعيين والتخيير. طبعا هذا الكلام أنه إذا لنفرض جدلا أن لا خالق، الموحد والملحد سواء، هذا أيضا تسليم جدلي، وإلا فلو فرض أن لا خالق فالموحد ناج والملحد متضرر. لماذا؟ لأن
الإنسان الذي ينظم حياته بطاعة الله الذي يعتقد به. ما هي طاعة الله؟ ما هي طاعة الله؟ طاعة الله هي الاجتناب عن أمور هي مضرة بالأساس. يعني الأطعمة الخبيثة هي بالأساس أطعمة مضرة، تضر روح الإنسان أو جسمه. الأمور القبيحة المحرمة هي بالأساس أمور قبيحة، تنزل الإنسان من إنسانيته إلى درجة الحيوانية أو دون درجة الحيوانية. يعني أنت إذا نظمت حياتك بهذه الكيفية، أنك تكون منظم، تلتزم بفضائل الأخلاق، تجتنب عن الرذائل، وتعمل الأعمال الصالحة التي يدرك عقلك أنها صالحة، وتجتنب عن الأعمال القبيحة التي يدرك عقلك أنها قبيحة، أنت تعيش حياة سعيدة. ولذلك الذين يعتقدون بالله سبحانه وتعالى ويلتزمون بلوازم هذا الاعتقاد من الإطاعة، هؤلاء يعيشون حياة سعيدة، والملحدون يعيشون حياة تعيسة، لأن حياتهم لا معنى لها. قد يتمتع بحياته كما تتمتع الأنعام، قد يأكل ويشرب ويلتذ من اللذائذ المادية، لكن حياته لا معنى لها، لا روح لها، لا طعم لها. ولذلك الملحدون أزماتهم النفسية كبيرة جدا. فالحاصل أن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام افتتح الحوار مع هذا الملحد من البداية، يثبت أنه أنت أيا ما تقيم من الأدلة، لكن لا يمكن أن تنكر هذا الأمر بأنه إذا كان الله موجود كما هو موجود أنت متضرر، والموحد ليس متضررا إطلاقا. وقد شرحنا هذا الكلام فيما مضى من حديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام مع ابن أبي الأوجاع. بعد ذلك يبدأ هذا الملحد بالسؤال. سؤاله الأول حول الكيفية، وسؤاله الثاني حول المكان، وسؤاله الثالث حول الزمان. أما سؤاله الأول والثاني فقال، يعني هذا الملحد، أوجدني، يعني بين لي، أخبرني، أوجدني كيف هو وأين هو. أنت تعتقد بوجود الله؟ كيف الله وأين الله؟ هذا السؤال، وبعد ذلك السؤال عن الزمان، متى وجد الله؟ هذه أسئلة خاطئة من الأساس. بعض الأحيان الأساس يكون صحيحا، لكن ما يبنى على هذا الأساس خطأ. لنفرض أن رجلا اسمه زيد، أنت تسأل متى جاء زيد وأين هو الآن. مثلا متى جاء زيد، قد يكون السؤال خطأ، زيد لم يأته، لكن أساس السؤال وهو ابتناء السؤال على وجود شخص اسمه زيد، أساس السؤال صحيح، لكن ما يبتنى على هذا السؤال خطأ. قد يكون أساس السؤال غلط وباطل، تسأل أين ابن زيد، والحال أنه لزيد، ليس لزيد ولد. فإذا تسأل أين ولد زيد، يقال لك سؤالك من الأساس خطأ. لماذا؟
لأنه لا يوجد لزيد ولد حتى تسأل عن أحوال هذا الولد. لذلك الإنسان ينبغي أن ينتبه حينما يريد توجيه الأسئلة، أساس السؤال يكون صحيحا، بعد ذلك يسأل عما يبتني على هذا الأساس. أنت عندما تقول أين الله، أساس سؤالك افتراض مكان لله، له مكان، لكن أن أسأل أنا عن هذا المكان، هل هو في الأرض أم في السماء أم فوق السماء مثلا أو ما إلى ذلك. عندما تسأل عن الكيف، أنت تفرض أن له كيفا وتريد أن تعرف تفاصيل هذا الكيف، لكن السؤال من أساسه خاطئ، لأن الله سبحانه وتعالى ليس له مكان، الله سبحانه وتعالى ليس له كيف، الله سبحانه وتعالى ليس له زمان. بيان ذلك كما بينه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وسيأتي أيضا تفصيل ذلك في أحاديث أخرى، أن الكيفية بأي معنى؟ قد يكون معنى الكيفية العوارض النفسانية، يعني الإنسان تنتابه حالة من الغضب ثم يتبدل هذا الغضب إلى الرضا، ثم يتبدل هذا الرضا إلى حالة عدم الاهتمام. هذه كيفيات نفسانية، هذه الكيفيات النفسانية مرتبطة بالنفس. الله سبحانه وتعالى ليس مركبا من جسم ونفس وروح كتركيب الإنسان من النفس والجسم والروح، حتى تسأل عن أمور مرتبطة بالنفس. الله ليس له نفس كنفس الإنسان، ولذلك الكيفيات النفسانية تكون سالبة بانتفاء الموضوع. لا نفس له لنسأل عن خصوصيات تلك النفس، النفس هذه من الأجزاء التي يتركب منها الإنسان، وليس الله سبحانه وتعالى مركبا من جسم ونفس وروح وما إلى ذلك لكي نسأل عن نفسه وعن كيفيات هذه النفس. وإذا أطلقت النفس على الله سبحانه وتعالى، هذا إطلاق مجازي وليس إطلاق حقيقي، قد يكون بالمقابلة كما في قوله تعالى حكاية عن عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هذا من باب المقابلة، هذا المجاز بالمشاكلة، يعني أنت تعلم ما في نفسي وأنا لا أعلم ماذا تريد أنت، ولا أعلم كنهك وحقيقتك. ولكن حيث أنه في البداية جاء كلمة النفس، في المقابل أيضا جاءت كلمة النفس مجازا، كقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. زين، هو اعتدى علينا واضح، لكن فاعتدوا، هل الذي يدفع الاعتداء هو معتدي؟ كلا. هل الذي يأخذ بالقصاص هو معتدي؟ كلا. هل الذي يعاقب المعتدي هو معتدي؟ كلا. لماذا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه؟ هذا مجاز بالمقابلة وبالمشاكلة. فاعتدوا عليه يعني قابلوا اعتداءه، جازوا اعتداءه، عاقبوا اعتداءه بمثل ما اعتدى عليكم، ولا تتجاوزوا الحد. إذن الله سبحانه وتعالى ليس له نفس
لتعرض عليها الكيفيات النفسانية. فالسؤال عن الكيف خطأ. قد يراد من الكيف الحالات الجسدية وليس الحالات النفسانية. الحالات الجسدية شخص صحيح ثم يتمرض يصير سقيما، نسأل كيف حاله مثلا، هذه الحالة الجسدية. زين، الله سبحانه وتعالى ليس جسدا، الجسد يعني العنصر المادي، المادة التي لها كثافة. الله سبحانه وتعالى ليس ماديا لكي تعرض عليه الحالات التي تعرض على الأجسام. الله سبحانه وتعالى ليس محلا للعوارض، وقد ذكرنا في الحلقة الماضية أن الله سبحانه وتعالى لا يتغير، لأن التغير صفة الممكنات، ويستحيل أن تكون هذه الصفة للقديم الأزلي. فبناء على ذلك أصل السؤال وأساس السؤال عن الكيفية بالنسبة لله سبحانه وتعالى، أساس السؤال خطأ. السؤال الثاني سؤال عن الأين، يعني عن المكان، أين الله يعني أين مكانه، هذا السؤال أيضا خطأ. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، الجسم هو الذي يكون في المكان، يكون في الحيز، والله سبحانه وتعالى ليس بجسم حتى يكون في الحيز، هذا أولا. وثانيا المكان مخلوق، والله سبحانه وتعالى خالق، ويستحيل أن يحيط المخلوق بالخالق، لأن معنى إحاطة المخلوق بالخالق هو أن يكون المخلوق أكبر من الخالق، وهذا محال، لأن الله سبحانه وتعالى ليس محدودا لكي يحيط به شيء. ثم نسأل قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى شيئا كان في المكان أو لم يكن في المكان؟ إذا تقول كان في المكان فكيف يكون الشيء المخلوق وهو مخلوق يكون أزليا؟ هذا مستحيل، لأن المخلوق معناه أنه مسبوق بالعدم، لم يكن ثم كان، لم يكن ثم كان، والمكان مخلوق. فقبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى المكان كان الله ولم يكن مكانا، فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى ليس في المكان، لأنه قبل أن يخلق الأشياء ومنها المكان كان الله ولم يكن مكان، ولا يعقل أن يكون بعد أن يخلق المكان يكون هذا المخلوق محيطا بهذا الخالق. فتحصل أن الله سبحانه وتعالى ليس في مكان. لماذا؟ لأن المكان مخلوق، والمخلوق يستحيل أن يحيط بالخالق، ولأن المكان هذا صفة الأجسام أنه يجب أن تكون في حيز، يستحيل لجسم أن لا يكون في حيز ولا يكون في مكان، والله سبحانه وتعالى ليس بجسم ليحتاج إلى مكان. وأيضا الاحتياج صفة الممكن، والله سبحانه وتعالى غني لا يحتاج إلى شيء. فلذلك بهذه البراهين العقلية، وسيأتي تفصيلها أيضا في باب الكون والمكان، الله سبحانه وتعالى ليس في مكان بل هو خالق المكان. ولذلك المجسمة من منتحلي الإسلام الذين يدعون الإسلام، ولكنهم أخذوا معارفهم من غير رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن غير باب علم الرسول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أخذوا علومهم التي هي ليست علوم بل هي جهل من الآخرين، إما اقتبسوها من الأديان والمذاهب السابقة، أو أوهامهم تصورت بعض الأمور فنسبوها إلى الله سبحانه وتعالى، وقد يكون لقصورهم عن إدراك معاني الآيات الشريفة والأحاديث الشريفة، وخلطهم بين المحكم والمتشابه،
بدل أن يرجعوا المتشابه إلى المحكم، تصوروا أن المتشابه هو المحكم والمحكم هو المتشابه، فعكسوا الأمر، لذلك ضلوا بدل أن يأخذوا التأويل من الراسخين في العلم، أخذوه من أفواه الرجال غير المرتبطين بالوحي، أو أخذوه من توهماتهم السقيمة الفاسدة الباطلة. لذلك توهموا أن الله سبحانه وتعالى جسم، وقد تكون بعض الأحاديث موضوعة مكذوبة نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من ناس كاذبين، هؤلاء تصوروهم ثقات وأن ما يقولوه هو حق، ولذلك أخذوا بكلامهم تصورا وزعما منهم أنه كلام الرسول صلى الله عليه وآله، مع أنه من الواضح أن القرآن وكلام الرسول لا يتعارض مع العقل، وهذا أمر واضح، لأن الله سبحانه وتعالى جعل العقل حجة، ونحن نستدل بوجود الله على وجود الله سبحانه وتعالى بالعقل كما ذكرنا ذلك فيما مضى. هؤلاء جاءوا وتصوروا أن الله سبحانه وتعالى جالس على العرش، لم يفهموا معنى الرحمن على العرش استوى، هذه آية من الآيات المتشابهة، لكن تصوروا أن الله سبحانه وتعالى جالس وبعضهم على العرش، وبعضهم روى رواية مكذوبة بأنه بجنبه وضع مكان بمقدار 4 أصابع يجلس أو يجلس عليه رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم القيامة. لم يفهموا هذا المعنى من الآية الشريفة، فحملوها على أن الله سبحانه وتعالى في مكان. كذلك هناك وردت أحاديث مثلا أن الله سبحانه وتعالى ينزل في ليلة الجمعة أو بعد مضي ثلث الليل، ينزل إلى السماء الأولى ويخاطب الناس ويطلب ويأمرهم بالاستغفار. زين، إذا هذا الحديث لو فرض أنه صح، لكن حديث الرسول صلى الله عليه وآله فيه المحكم وفيه المتشابه، لأن حديثه مقتبس من كلام الله سبحانه وتعالى، فإذا كلام الله كان فيه المحكم والمتشابه، كلام الرسول أيضا كذلك فيه المحكم والمتشابه، ينبغي رد المتشابه إلى المحكم لكي يفهم معناه على الوجه الصحيح. فعلى كل حال تصوروا بأن الله سبحانه وتعالى ينزل نزولا حقيقيا، حتى أن أحد المجسمة كان جالس على المنبر ثم قال إن الله ينزل من السماء كنزول من على هذا المنبر، ثم نزل من المنبر، وأحدهم كان يزعم أن الذي على المنارة أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الذي على الأرض. لماذا؟ لأن المنارة أقرب إلى السماء والله في السماء أو فوق السماء. زين، مع أنه معنى هذا الكلام أن السماء أكبر من الله. لماذا؟ لأن الله عندما حسب زعمهم ينزل بالمعنى الحقيقي للنزول، ينزل إلى السماء الأولى، يعني السماء الأولى احتوت على الله سبحانه وتعالى فهي أكبر من الله، وإذا كان في السماء الأولى والسماء محتويته فالسماوات 7 أكبر من الله سبحانه وتعالى حسب زعمهم، وأن المخلوق أحاط بالخالق، هذا فضلا عن أدلة أخرى سنذكرها في المستقبل على أن الحركة والسكون مستحيلة على الله سبحانه وتعالى، لأن الحركة والسكون من صفات الأجسام، وأن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إليهما. وكذلك سنذكر أيضا أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء بعلمه وقدرته، وأن جلوسه على العرش ليس بالمعنى الحقيقي للجلوس، بل بمعنى
أن الله سبحانه وتعالى مستولي على هذا العالم، لا يخرج شيء من قدرة الله سبحانه وتعالى، ولا يعزب شيء عن علم الله سبحانه وتعالى. كل شيء معلوم لله سبحانه وتعالى، والله مهيمن عليه ومسيطر. فلذلك عندما سأل هذا الشخص أوجدني كيف هو وأين هو، فقال الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في جواب هذا الملحد: ويلك، إن الذي ذهبت إليه غلط، أساس كلامك خطأ. هو أين الأين بلا أين؟ الله سبحانه وتعالى خالق الأمكنة بدون أن يكون هو في المكان، وكيف الكيف بلا كيف. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الكيفيات، سواء الكيفيات النفسية أو الكيفيات الجسدية، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. الله سبحانه وتعالى أوجد الكيفيات بدون أن يكون هو في كيف، بل هو مسيطر على الكيف. الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، لكن هو مسيطر على الجسم، فلذلك كان خالق الجسم. وفاقد الشيء لا يعطيه، بمعنى أنه لا يكون مسيطرا على ذلك الشيء، أو ليس له ذلك الشيء. الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، لكنه مسيطر على الجسم. الله سبحانه وتعالى ليس له كيف، لكن مسيطر على الكيفيات. الله سبحانه وتعالى ليس له مكان، لكن هو مسيطر على المكان. فلا يعرف بالكيفوفية ولا بأينونية. يعني الله سبحانه وتعالى عندما نريد أن نعرفه لا نصفه بأن له كيفا، لا نصفه بأن له مكانا. نحن بالنسبة إلى الأجسام عندما نريد أن نصفها، من الأشياء التي نعرف بها الأجسام المكان، ومن الأشياء الذي نعرف بها الأجسام الكيفيات. عندما أنت تريد أن تعرف رجلا تذكر أوصافه الظاهرية، حالاته الظاهرية، أو تذكر حالاته الباطنية، حالاته الباطنية، أو أنه تصفه بالمكان، أنه ساكن في المنطقة الفلانية، أو هو في المكان الفلاني. أو إذا أنت تريد أن تعرف مثلا أجرام سماوية، تذكر أن هذا الجرم السماوي يقع في المكان الكذائي، بعده عن الشمس مثلا بكذا سنة ضوئية مثلا. فأنت عندما تريد أن تعرف الأجسام، من وسائل تعريفك للأجسام مكانها أو كيفياتها. لكن عندما تريد أن تعرف الله سبحانه وتعالى، أو أن تعرف الله سبحانه وتعالى، يجب أن تعرفه منزها عن المكان ومنزها عن الكيفيات. فلا يعرف بالكيفوفية ولا بأينونية. النتيجة أن الله سبحانه وتعالى ليس له كيف وليس له مكان، النتيجة ولا يدرك بحاسة، لأن الأجسام عادة تدرك بالحواس. عندما لها مكان معين، الإنسان يذهب إلى ذلك المكان فيرى تلك الأجسام، أو يلمس تلك الأجسام، أو يشعر بها عبر سائر الحواس. إذا لها كيفيات، عبر كيفياتها يحس ويشعر بتلك الكيفيات، فلذلك يدرك تلك الأشياء. الله سبحانه وتعالى حينما ليس له مكان كيف تدركه؟ في القرآن يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الأبصار لا تدرك الله سبحانه وتعالى وهو يدرك الأبصار. لماذا لا تدركه الأبصار؟ لأن الأبصار تدرك الأجسام، وليس كل الأجسام، بعض الأجسام. الآن هواء موجود في هذه الغرفة وفي كل مكان، هل ندرك الهواء ببصرنا؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الجسم لطيف خفيف،
يخترقه النور، والجسم الذي يخترقه النور لا يمكن رؤيته، لأنه كما ذكرنا الرؤية هي اصطدام النور وجزيئات النور بالجسم ثم رجوع هذه الجزيئات، فهذه ترجع إلى بصر الإنسان، فالإنسان يبصر الأشياء. لكن إذا الجزيئات النورية اخترقت الشيء، ذلك الشيء لا يرى، بل يرى ما بعده. أنت الآن جالس وأطرافك مليء بالهواء، الهواء مكون من مجموعة من الغازات، أنت لا ترى الهواء ولكن ترى الجدار الذي هو بعد الهواء، وترى الأجسام الأخرى. لماذا؟ لأن النور اخترق الهواء لكنه لم يخترق الجدار، لذا ترى الجدار. الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، فلا يمكن رؤيته، لا يمكن رؤيته لعدم قابلية أبصارنا لهذه الرؤية. نحن لا يمكن أن نرى بعض الأجسام اللطيفة، فكيف بالله سبحانه وتعالى وهو ليس بجسم وليس له مكان ولا جهة حتى يفترض أن تصطدم به الجزيئات النورية ثم ترجع إلى أبصارنا لكي نراه؟ فلذلك الله لأنه ليس له مكان وليس له كيف لا يدرك بحاسة، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أما ما يزعمه بعض المجسمة أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، يراه المؤمنين ويستدلون ببعض الآيات، فإنما يستدلون بالآيات المتشابهة ويتركون الآيات المحكمة. لا تدركه الأبصار آية محكمة، يا موسى لن تراني، لن لنفي التأبيد، آية محكمة. يترك الآية المحكمة أو يؤولها ثم يتمسك بآية متشابهة، وهي قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. يعني كأنه يتصور أن ناظرة بمعنى النظر، وأن ربها المقصود به الله سبحانه وتعالى، مع أن المراد إلى رحمة ربها منتظرة، لأنه ناظرة في القرآن هذه المادة تستعمل بمعنى المنتظرة. وفي كثير من الآيات من البلاغة حتى في اللغة العربية قد يحذف المضاف، واسأل القرية، واسأل القرية التي كنا فيها. القرية هي مجموعة جدران. ما معنى اسأل القرية؟ يعني اسأل أهل القرية، لكن حذف المضاف بلاغة. إلى ربها ناظرة يعني إلى رحمة ربها منتظرة، أو إلى ثواب ربها ناظرة. على كل حال، وهذا بحث سنتطرق إليه في المستقبل في باب نفي الرؤية. ولا يدرك بحاسة ولا يقاس بشيء. أنت لماذا سألت بأنه كيف هو وأين هو؟ لماذا سألت؟ لأنك قست الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات. أنت تشعر بالمخلوقات وتريد أن تحس بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى غير قابل للإحساس بالحواس الظاهرة. نعم، الإنسان يمكن أن يعرف الله سبحانه وتعالى بمقدار قابليته واستيعابه، يعني بعقله يدرك أن الله سبحانه وتعالى موجود، وأن له صفات الكمال، وأنه مبرأ ومنزه من صفات النقص. ولا يقاس بشيء، آية محكمة في القرآن، ليس كمثله شيء. الله سبحانه وتعالى لا يوجد مثل ذاته شيء إطلاقا. فأي صفة من صفات المخلوقين
تلك الصفة ليست من صفات الله سبحانه وتعالى. قد يكون تشابه في اللفظ، يعني اللفظ واحد يطلق على المخلوق ويطلق على الخالق، ولكن المعنى مختلف. أنت تقول زيد موجود وتقول الله موجود، لكن وجود الله سبحانه وتعالى يختلف عن وجود زيد. زيد وجوده وجود الممكن المحدود الجسم، الله سبحانه وتعالى وجوده وجود الواجب الضروري الذي ليس بجسم، المعنى يختلف. تقول فلان عالم وتقول الله عالم، لكن المعنى يختلف. علم الله سبحانه وتعالى هو ذاته، وعلمنا عارض علينا، نحن كنا جاهلين، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم الله سبحانه وتعالى علمنا عن طريق الحواس الذي حبانا بها، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، لأن السمع والأبصار والفؤاد القلب هي طريق الإنسان للعلم. عن طريق السمع والبصر يعلم بالأشياء المادية، وعن طريق القلب يعلم ببعض الأشياء غير المادية. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. صفات المخلوقين تختلف عن صفات الخالق حتى إذا اللفظ كان واحدا، وهذا سيأتي في حديث طويل، في أن هذه الصفات التي قد تطلق على الله وقد تطلق على المخلوق بمعنيين وليس بمعنى واحد، هناك اختلاف معنوي، لأن الله ليس كمثله شيء. لا يصح أن أقول إن أنا عالم والله عالم فأنا صرت مثل الله في علمي، هذا كلام خطأ من أساسه، لأن علمه يختلف عن علمي. على كل حال، زين، هذا الرجل الملحد لأنه كل فكرة ينحصر بالمادة، لذلك عندما الإمام ذكر هذا الكلام قال زين، إذا الله لا يدرك بحاسة فهو ليس بموجود، كما يقوله بعض الماديين في هذا العصر، يقول إذا أني لا أجد الله تحت المشرحة أشرحه تحت سكين المشرحة لا أعتقد بوجوده. زين، يتصور أن الله جسم كأجسامنا وأنه يمكن أن يشرح بمشرحة. زين، إحنا نقول له أنه بعض الأجسام لا يمكن أن تشرح بمشرحة، أنت هذه الأجسام تعرفها عن طريق آثارها ولا يمكن أن تشعر بها عن طريق حواسك. بعض الأجسام، يعني مثلا العقل هذا الشيء يعترف به كل مادي. زين، العقل هل يمكن أن يؤتى تحت المشرحة؟ أو نحن نعرف العقل عن طريق الآثار، يعني ننظر رجل عاقل ورجل مجنون نقارن بينهما نعرف العقل. النفس، الآن عندنا علم النفس. زين، هل النفس يمكن أن تؤتى تحت المشرح والمشرحة؟ هل يمكن أن تتحس بحواسك الخمسة النفس؟ يعني تنظر إلى النفس، تسمع بالنفس، تلمس النفس، تذوق النفس مثلا، تشم النفس؟ لا، أنت كيف تعرف النفس وتبني علم طويل وعريض اسمه علم النفس؟ لماذا؟ عن طريق الآثار، تنظر أفعال الإنسان وتعلم أن هذه الأفعال ترتبط بالنفس وأن للنفس آثار جليلة أخرى. علم النفس. الروح، هذا حي هذا ميت، يعني الإنسان عندما يموت أجهزة الجسم تتوقف، ماذا يختلف جسم ميت عن جسم حي؟ لا فرق. زين، الفرق بأن هناك شيء اسمه الروح، إذا هم لا يعتقد بالروح الحياة، ما هي الحياة؟ هل هي قابلة للمس؟ لا، وإنما عن طريق الآثار، عندما ترى رجل يقوم يحرك عينه يحرك يده تعلم بأنه هذا حي، وإذا هذا الرجل
متمدد لا تدق قلبه، لا حواسه لا تشتغل، زين تعلم بأنه ميت. فأنت حتى في بعض الأمور المادية التي في نفسك موجودة لا يمكن أن تحسها بالحواس الخمسة، وإنما تشعر بها عن طريق آثارها، يعني تدركها عن طريق الآثار. عندك عقل، عندما ترى أثرا تعلم بأن هذا الأثر مرتبط بالمؤثر. إذا في الأمور المادية، في الأمور التي الإنسان يعايشها هكذا، ففي خالق المادة بطريق أولى ينبغي ويجب أن لا يدرك بالحواس الظاهرية، بل يستحيل أن يدرك بهذه الحواس. فقال الرجل، عندما الإمام قال أنه لا يدرك بحاسة ولا يقاس بشيء، فإذن إنه لا شيء إذ لم يدرك بحاسة، بحاسة من الحواس. جواب الإمام شنو هو؟ فقال أبو الحسن، يعني الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام: ويلك لما عجزت حواسك عن إدراكه أنكرت ربوبيته. أنت عجزت عن أن تدركه بالحواس، أنكرته. هذا عمل عاقل. العاقل إذا لم يحس بشيء عن طريق الحواس ينكر ذلك الشيء. زين غير الحواس أكو عقل، أكو نفس، أكو فكر. أنت كل شيء لا يأتي تحت المشرحة تنكره. أنت عاقل تنكر النفس، تنكر العقل، تنكر الروح؟ كلا. بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: لو شيء أدرك بالحواس. هذا مو رب، مو خالق، لأنه إذا أدرك بالحواس هذا محدود، وهذا جسم، وهذا متغير، وهذه صفات الممكنات وليس صفة الخالق، وقد ذكرنا في حلقة ماضية تفصيل هذه الأمور. فإذا نحن أدركنا شيء بحواسنا نعلم بأنه ليس الله سبحانه وتعالى، بل حتى إذا توهمناه في أذهاننا، كل شيء توهمته في ذهنك فهو ليس الله، لأنه مصنوع لذهنك. أنت الآن أغمض عينيك وتصور شيئا، هذا الشيء ذهنك هو الذي صنعه، فلا يكون هو الخالق. وإنما نحن نعلم بأن الرب لا يدرك بالحواس الظاهرة ولا بالأوهام. نحن عندما نرى آثاره نعتقد بوجوده، كما أنه بعض الأشياء المادية نرى آثارها ولا ندركها بالحواس الخمسة، لكن حينما نظرنا إلى الآثار نعلم بوجودها. وهذا ما سيأتي الإمام عليه الصلاة والسلام ويستدل به. يقول الإمام: ونحن إذ عجزت حواسنا عن إدراكه أيقنا أنه ربنا. لأنه لو كنا ندرك بالحواس لم يكن الرب. حواسنا تعجز عن إدراكه، عقلنا يقول إن الرب هو الذي لا يدرك بالحواس، بل يمكن معرفته عن طريق آثاره، أن تعرفه بالقلب. ونحن إذ عجزت حواسنا عن إدراكه أيقنا أنه ربنا بخلاف شيء من الأشياء، يعني يختلف عن سائر الأشياء لأنه ليس كمثله شيء. سائر الأشياء تدرك بالحواس الظاهرة أو الباطنة، والله سبحانه وتعالى لا يدرك بالحواس الظاهرة أو الباطنة، وإنما عن طريق آثاره نعلم بوجوده. ثم لهذا الكلام تتم، يسأل هذا الملحد عن الزمان، متى كان الله؟ والإمام يرده بأن السؤال أيضا من أساسه خطأ. وبعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقيم الأدلة على وجود الله من الأنفس ومن الآفاق، سنذكرها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.